7 پهپاد نیروی یمنی به تأسیسات مهم سعودی از جمله تأسیسات بندری و نظامی حمله و 10 موشک به آن شلیک کردند. مقاومت یمن تأکید کرده این عملیات در پاسخ به ادامه تجاوزات و محاصره یمن انجام شد و در صورت ادامه تجاوزات پاسخ کوبنده تری به سعودی ها داده خواهد شد. تتسارع وبأن الإبداع والابتكار والتصنيع والمزيد من القدرات الفنية وقدرة الإطلاق بهذا الكم الواسع من الطائرات يدل على أننا تجاوزنا أنظمة الدفاع الأمريكية والبريطانية والصهيونية التي جلبتها دول المنطقة من السعودية والإمارات واستطاعت أن تنتج هذه الرادارات وتتخطاها وتقوم بعمل 7 طائرات يدل واضح على أن هناك فشل. بندر مهم ينبع عربستان نيز